السلام عليكم ورحمة الله. نقلت الاستخبارات التابعة للدولة الإسلامية للنبي صلى الله عليه وسلم عن محادثات سرية تدور بين قريش ويهود خيبر، والهدف من المحادثات هو إنشاء تحالف ضد المسلمين والدولة الإسلامية وغزو المسلمين في عقر دارهم، على غرار التحالف السابق الذي كان سبباً في إنشاء جيش الأحزاب الذي غزا المدينة في معركة الخندق. فوجب التحرك سياسياً لكسر هذا التحالف قبل تمامه، فكانت الطريق لذلك هي مصالحة أحد الطرفين، إما خيبر وإما قريش، والتفرغ للطرف الآخر للقضاء عليه بمعزل عن تدخل الطرف الثاني. فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصالحة قريش، ودفع قريش للصلح باستغلال الأعراف السائدة آنذاك بحرمة القتال في الأشهر الحرم، ووضع قريش بموقف صعب أمام القبائل العربية لعدم قدراتها من منع أحد يريد تعظيم البيت الحرام. وهذين الأمرين، حرمة القتال وسفك الدماء في الأشهر الحرم وجريمة منع أحد من تعظيم البيت الحرام، كفيلان بوضع قريش أمام خيارين أحلاهما مر. إذا قاتلت قريش المسلمين في الأشهر الحرم تقلبت عليها قبائل العرب بانتهاك حرمة هذه الأشهر، وإذا منعت النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة البيت الحرام أيضا تعرضت للنقمة من قبل العرب لمنعها من تعظيم البيت الحرام. وهذان الأمران كانا عند العرب بمثابة القانون الذي يضبط العلاقات بين القبائل. ولترسيخ وتقوية النبي صلى الله عليه وسلم لموقفه في جزيرة العرب ودفع القبائل لتكون بجانبه، أعلن نيته على أداء العمرة، وأمر بنشر الخبر بين القبائل بنية التوجه إلى مكة، وأضاف بأن السيوف ستكون في أغمادها، أي أنه لا يريد القتال بل زيارة البيت الحرام وتعظيمه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسير نحو مكة والسيوف في أغمادها، وساق معه الهدي لترسيخ نيته أداء العمرة وتعظيم البيت، لا نيته بالقتال والصدام مع قريش. فتوجهت أنظار العرب نحو تحرك المسلمين نحو مكة بالوقت الذي يسيطر على مكة هو ألد الأعداء للنبي وللمسلمين، قريش. فأصبحت قريش على مفترق طرق، إما قتال النبي ومنعه من تعظيم البيت فتظهر بمظهر المتمرد على كل قبيلة تدين بهذه الأعراف والقوانين وليس على محمد فقط، فتتفرق القبائل عن نصرة قريش فتقف منفردة ولا تستطيع إنشاء أي تحالف معهم كما حدث سابقا بإنشاء جيش الأحزاب. فيكون بذلك قد تلقت قريش أقوى ضربة سياسية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا ما حصل فعلا. فأرسلت قريش بجيش بقيادة خالد بن الوليد وعمر بن العاص لمنع المسلمين من دخول مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالسير بطريق غير الطريق المعتاد الذي وقف عليه خالد بن الوليد وعمر بن العاص، فتجاوز الجيش وأصبح وراءه وتمركز بمنطقة الحديبية واتخذها مكانا لانطلاق المفاوضات مع قريش. فأرسلت قريش الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، والحليس بن علقمة صاحب أكبر قوة عسكرية تعتمد عليها قريش في معاركها كما حصل في غزوة أحد. فأخبر المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الحليس بن علقمة فقال هذا من قوم يعظمون البدن، وأمر بإطلاق الهدي أمامه. فلما رأى الحليس الهدي أيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لتعظيم البيت، فرجع إلى قريش وتوعدهم إذا منعوا محمد من دخول مكة وتعظيم البيت سيخرج من مكة ولن ينصرهم بعد ذلك. فهذه ضربة سياسية وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بتجريدها من قوتها في الجزيرة العربية. فاضطرت قريش بإرسال رجل سياسي للخروج من الأزمة، فأرسلت صاحب الحنكة والسياسة وهو سهيل بن عمرو. ولما أقبل سهيل على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد القوم الصلح حينما بعثوا هذا الرجل. فسارت قريش حسب الخطة
التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم بتحرك سياسي قل نظيره، فتم الصلح وجمدت قريش من التحرك لمدة 10 سنوات، وكان الصلح بمثابة اعتراف من قريش بالدولة الإسلامية. ولم يمضي سوى 20 يوما على الصلح، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه نحو وكر الدس والتآمر ومركز الاستفزازات ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، وهي يهود خيبر، فكانت هي الجديرة بالتفات المسلمين بعد تجميد أقوى أجنحة الأحزاب وهي قريش. وتم القضاء على خيبر على مسمع من قريش وتحت بصرها، فلم تستطع التدخل بأي حركة.